الانتخابات الأمريكية مش حتأثر على الحرب ولا بأي حاجة ولا لها أي أثر. ممكن تأثر على الناخب الأمريكي وليس على المواطن الفلسطيني في قطاع غزة بالذات. إحنا بالنسبة لنا الأمريكان هم أصلاً شريك في الحرب على غزة، هم أشركاء في الحرب على غزة وعلى إبادة الأطفال والنساء وشيوخ أطفال غزة. بدنا أي رئيس أمريكي إن شاء الله بكون ترامب، بتكون كاميليا، مين ما كان يكون، المهم يحلها الناس من هالمصيبة اللي هم فيها. يعني الناس عايشة في خيم وعايشة في نايلون، لا شتا بلقي ولا حم بلقي، والوضع سيء على آخر درجة. إحنا بنناشد الرئيس الأمريكي اللي بده يجي، لأنه هذاك ما فين منه فايدة إنه يحلنا. أول شيء يحل قطاع غزة ويحل المصايب اللي في الناس. نتمنى من الله يكون لصالح الفلسطينيين، لأنه الفلسطينيين تعبوا وعانوا. بايدن يعني قضى 4 سنين وما عملش للشعب الفلسطيني، كان يوعدنا إنه إيش حل الدولتين، في النهاية لا حل دولتين ولا حاجة. دعم للمجتمع الإسرائيلي بكله، وأي حاجة بيحكوا فيها الأسرة الأسرة الأسرة. طب الشعب اللي بموت منتهك. إحنا بنطلب في الانتخابات الأمريكية إذا نجح ترامب يرحم الشعب الفلسطيني.